دورها التنموي الذي تؤديه في سبيل الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، تتجاوز هيئة الصحة بدبي المفهوم التقليدي للمؤسسة الصحية، حيث يتسع نطاق عملها ليشمل أعداد الكوادر المواطنة للحياة والمستقبل. ومن هذا المفهوم فتحت الهيئة أبواب مستشفياتها ومراكزها الصحية لاستقبال طلبة كليات الطب والعلوم الصحية، وحرصت على دمجهم في الحياة العملية لاكتساب المهارات وصقل الخبرات وسط نخبة من أطباء صحة دبي. وفي المسار نفسه، وإيماناً منا بقيمة العنصر المواطن وقدرته على التحدي، احتضنت الهيئة مجموعة مميزة من أبناء الإمارات المتفوقين لرعايتهم دراسياً ومنحهم الفرصة الكاملة لدراسة الطب وكل ما يتصل به من العلوم الصحية، مستهدفة رفض من مستشفياتها بخبرات مواطنة تواصل مسيرة التطور. ولم تكتفي صحة دبي بذلك، حيث كانت إداراتها ومنشآتها ساحة مفتوحة لتعزيز المهارات الحياتية لدى طلبة المدارس الذين انضموا إلى برنامج التدريب الصيفي للتعلم واكتساب المعرفة وامتلاك أدوات جديدة تعزز مواهبهم وقدراتهم التعليمية والشخصية.